كما كان الموضوع ديال التعلم بينا وكان عاوتاني مشاكل كثيره فيما يتعلق بالمسوده. وبالتالي الشفويه التي ينادي بها المستبعد تخص شكل واحد فقط هو عدم القضاء الشعبي الشعبي كل الكائن فالامر هناك حروب نعتبره إيجابية. نظمت جمعية صوت المحامية بتطوان ندوة علمية حول موضوع مشروع قانون المسطرة المدنية أي تعزيز للنجاعة والأمن القضائي وفق المستجدات وعلى ضوء الصيغة المرتقبة. كانت الندوة تخليدا للذكرى السنوية لتأسيس الجمعية التي أبت وأبى مكتب الجمعية على أن لا تمر هذه الذكرى مرور الكرام، وإنما أن جعلها محطة من محطات التي من خلالها يتم تسطير طريقا لنجاح الأهداف التي سطرت من أجلها أهداف هذه الجمعية، سواء من خلال الاهتمام بالجانب القانوني والحقوقي وفق آخر المستجدات. الندوة كانت من تأطير مجموعة من المهنيين والممارسين وكذلك الأساتذة الجامعيين. نذكر أولا الأستاذ النقيب رئيس السابق لجمعية المحامون بالمغرب الأستاذ النقيب الجامعي، وكذلك الأستاذ والزميل المحترم والنقيب السابق لهيئة المحامون بالدار البيضاء هو النقيب حسن بروين، وكذلك الزميلة البرلمانية وعضوة لجنة التشريع الأستاذة لبنى الصغيري، وختاما بما هو أكاديمي وعلمي الأستاذة والدكتورة حسناء القطبي من جامعة عبد الملك السعدي بتطوان. تناولت الندوة جميع المستجدات التي يتطرق لها مشروع قانون المسطرة المدنية ومدى تحقيقه للنجاعة والأمن القضائي، باعتبار أن المسطرة القانونية هي من أهم القوانين التي يتم من خلالها تحديد المسار الحقيقي للولوج المستنير للعدالة. ندوة اليوم المنظمة من طرف جمعية نسائية مهنية وهي صوت المحامية، مبادرة في وقتها، بل مبادرة ربما توجت أو ستتوج مختلف الدراسات والمناقشات واللقاءات التي تمت على مستوى عدد من الهيئات المغربية حول مشروع المسطرة المدنية، وهي مبادرة يجب تثمينها، وخصوصا أنها تطرح ربما أهم الإشكالات التي تعترض القبول بمشروع مسطرة مدنية الذي تعتريه عدد من النواقص. أولا هو مشروع يعكس إرادة سياسية، إرادة سياسية بكل أسف جاءت لتعزز الإجهاز على الحق في الدفاع. هذه إرادة من فكر في وضع المشروع وفكر في طرحه على صيغته الحالية قلص من دور المحامي، والتقليص من دور المحامي هو فتح القضاء وفتح آفاق الدعاوى وحقوق المرتفقين على المجهول، لأنه اليوم لا يمكن تصور أمن قضائي بدون وجود من يسهرون على مؤازرة المتقاضين وتقديم النصح إليهم وتقديم الإرشاد القانوني إليهم، بل والمحاسبة التي يمكن أن يقوموا بها حينما تنتهي قواعد العدالة وقاعدة المحاكمة العادلة وهم المحامون. فإذا هذا اختيار سياسي له أبعاد، أو ربما له يعني أهداف، وهو محاولة فرض وصاية مسطرية على القضاء نفسه، على القضاء نفسه، لأن حينما نفرغ المحامين من وسط المحاكمة ومن المحاكمات فإن هذا الأمر ليس مهددا فقط لحقوق المتقاضين ولكن مهدد للقضاء، ستحرم القضاة من مصدر المعلومة القضائية وهي المعلومة للمحامي، ستفرغ القضاء من مجهود ربما هو المجهود الذي يساعده على تحقيق
الأمن القضائي وتحقيق المحاكمة العادلة وتحقيق الحكم العادل بالنسبة للمتقاضين. فإبعاد هذه القوة القانونية المجسدة في المحامين هو فعلا إضعاف لمكانة القضاة، وترك القضاة وحدهم أمام المتقاضين أو جزء من المتقاضين، وترك القضاة بدون مجهود إضافي يساعدهم على تحقيق العدالة. النقطة الثانية التي يمكن نقراها أو يقراوها المتخصصون في مسألة إضعاف مكانة المحامين هو كون المتقاضين وجلهم من الناس الذين لا ثقافة لهم قانونية، لأن المعلومة القضائية لا تسير في المجتمع مثل الأغنية ومثل سوق الحياة. سوق القانون وسوق القاعدة القانونية ضعيف في المغرب، وبالتالي المتقاضين لا يعرفون المادة القانونية كما يعرفون المادة الغذائية والمادة الغنائية، المادة الغذائية والمادة الغنائية. ولذلك هذا جزء ثاني أو وجه ثاني من تقليص الحق في المحاكمة العادلة وحق في ثم إضافة إلى الحق في الدفاع والحق في وجود المحامي، هناك الحق في التفقير. هذا مسطرة مدنية أتت لتفقر أحيانا المتقاضين. لماذا تفقرهم؟ لأنها فرضت عليهم غرامات مادية لأسباب ربما تكون يعني من طبيعتها جوهرية في التقاضي، حسنية في التقاضي مسألة جوهرية، عدم الغش في التقاضي مسألة جوهرية. ولكن حينما نرفض الدعوة ونقول بأنه رفضت لأنه المدعي سيئنية أو لأنه المدعي غش وبالتالي نحكم عليه بالغرامة، فالعقوبة غير متكافئة مع العملية القضائية. كما كان الأحوال، القاضي هو الذي عندي الإحساس الطبيعي بمن هو صادق في دعوة وبما هو غشاش في دعوة. فالعقوبة الأساسية هي رفض الدعوة، هي عدم قبول الدعوة. العقوبة الأساسية حينما يرفع المتضرر من دعوة المقال من أجل طلب التعويض، على المحكمة أن تعالج هذا الموضوع وتعوضه عن سوء نية خصمه أو غش صاحبه. هناك ما يعرف حتى في الفقه لسكروكري أو جوج. لسكروكري أو جوج هو الوسائل الاحتيالية التي تستعملها المتقاضين حين التقاضي، ويمكن للقضاء أن يجازيه إما بإحالة ملفي عن نيابة العامة من أجل متابعته بالغش وبتدليس، أو بإحالته مع المتضررين من غشه على القضاء من أجل التعويض. ولذلك حتى الغش في التقاضي، حتى ضعف الأداء القانوني بالنسبة للمتقاضين له حلول أخرى مش الحلول ديال المادية. وبالتالي هذا الإرهاق المادي والمالي هو في الحقيقة مهدد العدالة ويهدد وجود العدالة. وأخيرا هذا هو الكلفات الرسوم القضائية نفسها. تقول شغل الغرامات ضد المتقاضين، كلفات الرسوم القضائية. من المعلوم أن هناك فرق بين الرسوم القضائية وبين التكاليف القضائية. الرسوم أشمل من التكاليف، أو التكاليف أشمل من الرسوم، لأن الرسوم القضائية هي المبالغ التي تؤدى عند رفع الدعوى وعند الطعون. أما التكاليف هي تشمل الرسوم وتشمل المصاريف التي يؤديها المتقاضي، تنقل ديالو، شراء بعض الأمور، استعمال بعض الخبرات أو مطالبة الخبرات خارج العمل القضائي. ولذلك التكاليف القضائية قوية والرسوم القضائية أقوى، وبالتالي حينما نزيد في الرسوم القضائية نزيد في الأعباء ونقطع الطريق السهل للوقوع ونخلق أتعاب للمتقاضين. ولذلك اليوم أصبح لنا ضرورة أن نفكروا في تخفيض الرسوم القضائية، ونعتبروا بأن الرسوم القضائية يجب أن لا تكون يعني رادفا أو عاملا لتقوية الميزانية للخزينة العامة، بحال اللي تقول لك الغرامات تذهب للخزينة العامة، معنى أنه أصبح المتقاضي يؤدي الضرائب على نشاطه المهني والتجاري ويؤدي الغرامات لفائدة الخزينة عن نشاط قضائي وهو النشاط الذي يجبه منه. هذا هو تنظن بأنه هذه الندوة عليها أن تجيب على هذه الأسئلة. هل نحن في حاجة إلى مسطرة مدنية بهذا الشكل؟ ما هي الانتظارات؟ ما هي الإصلاحات الضرورية؟ وكيف نقدم
للعدالة في المستقبل آلية العمل وآلية مسطرة في المستوى. أولا تلقيت دعوة كريمة من جمعية صوت المحامية بتطوان لحضور هذه الندوة العلمية في موضوع لا وراهنيته ولا هو أهميته، هو الموضوع المتعلق بمشروع المسطرة المدنية المعروض الآن على لجنة العدل والتشريعي بمجلس النواب في إطار المناقشة. هذا المشروع بالنسبة إلينا وهذا القانون يكتسي أهمية بالغة، لأنه قانون يتعلق بحقوق المواطنين بالتقاضي بالمحاكمة العادلة، فبالتالي السادة المحامون هم ملزمون بحكم تمرسهم بحكم إلمامهم بهذه المقتضيات أن يتقدموا بمجموعة من المقترحات على أمل أن يتم الأخذ بها في المرحلة المقبلة. المشروع الحالي أكدنا على أنه يمس بشكل كبير بالأمن القانوني والأمن القضائي المنصوص عليهما في دستور المملكة. هذا القانون، هذا المشروع يعني لو لا من الخطورة بمكان فيما يتعلق بالولوج المستنير للعدالة. هذا القانون أكدنا على أنه سوف يخلق مشاكل متعددة، سيفقد ثقة المواطنين بالعدالة، لأنه إذا رجعنا لهذه المقتضيات يعني مقتضيات فيها غرامات، مقتضيات يعني فيها المسطرة الشفوية بشكل كبير، مقتضيات تعتبر على أنه القضايا اللي في حدود 40,000 درهم هي قضايا ابتدائية وانتهائية. فنعتبر على أنه هذا القانون مقتضيات كثيرة تتعلق بإجراءات التبليغ والتنفيذ فيما يتعلق بالولوج للقضاء، فيما يتعلق بمجموعة المساطر المتعلقة بالتبليغ الإلكتروني. إذن هي مقتضيات من الخطورة بمكان، تقدمنا بملاحظاتنا وبمقترحاتنا وتقدمنا كذلك بورقة في الموضوع. أتمنى من جمعية هيئات محامون بالمغرب أن تقوم بدورها، أن تتصدى لهذا المشروع الذي قدم من طرف وزارة العدل دون عرضه في إطار لجنة مشتركة ما بين جمعية هيئات المحامون في المغرب ووزارة العدل. هناك صورة غير مفهومة غير مقبولة في ظرف يعني أقل من شهر، الآن وصلوا للمادة 308، فاعتبر على أنه المحامون يذوقون نقص الخطر لفائدة الدولة لفائدة العدالة لفائدة المواطنين. بالمناسبة هذه يعني واحد الحلقة ديال النقاش اللي كتحتضنها هيئة المحامين بتطوان حول موضوع مشروع المسطرة المدنية، اللي هو واحد المشروع يعني كيحظى بواحد النقاش مجتمعي عام وعام وايضا قوي، لانه كيلامس القضايا ديال العداله المغربيه، كيلامس حقوق المواطنات والمواطنين والحريات ديالهم والممتلكات ديالهم، لانه مشروع القانون المسطره المدنيه كيتعتبر في نظر الحقوقيين هو القانون الام اللي كيضبط مختلف الإجراءات في المحاكم، سواء تعلق الأمر بالمحاكم الابتدائية أو بالمحاكم الإدارية أو بالمحاكم التجارية على مختلف الدرجات ديالها، وكذلك محكمة النقد، وهي فرصة مطروحة أمام المتناظرين وأمام السادة النقباء وعموم الزميلات والزملاء لتبادل الرأي حول مجموعة من القضايا تهم حقوق الدفاع وحقوق المواطنين والمواطنات. لأنه الآن اللي مطروح هو على بلادنا هو تقوية العدالة، لأنه المغرب القوي لا يمكن أن يكون قويا إلا بعدالة قوية، ولكي تكون العدالة قوية ينبغي إعمال واحد المقاربة تقوم أساسا على تقوية حقوق الدفاع، على سيادة القانون، على القطع مع واحد العديد ديال المقاربات بين قوسين، مقاربات يعني لا مقاربات تبتعد كثيرا على ما على رهانات المواطنين وعلى رهانات المنشغلين في مجال العدالة، وهي مناسبة أيضا للوقوف على واحد العديد ديال السلبيات اللي مطروحة الآن في مشروع المسطرة المدنية. هذه المسطرة المدنية الآن هي أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وكنعرفوا على أنه التشريع هو واحد العمل سياسي مؤسساتي، والحكومة
قدمت مشروع قانون المسطرة المدنية وغتحمل المسؤولية التاريخية ديالها أمام الأمة وأمام الفاعلين الحقوقيين وأمام مختلف الفاعلين في الحقل ديال العدالة. نتمنى أن نكسب هذا الرهان وأن نستجيب لمجموع الانتظارات الحقيقية لدى مختلف شرائح المجتمع، لأنه بتقوية العدالة سنضمن مغربا قويا وعادلا، وهذا هو رهانتنا جميعا. وشكرا على هذه المواكبة الإعلامية والإعلامية الحقيقة، لأنه أيضا الدور ديال الإعلام هو إيصال هذا النوع ديال الانشغالات إلى عموم الرأي العام. رهاننا كثير أيضا على وسائل الإعلام الجادة والتي تتابع عن قرب مجريات هذا النقاش، وشكرا لكم.